خوسيه مونيرا حسب كام فاول في المباراه؟ 7 فاولات على الاهلي، 9 فاولات على الزمالك، 16 فاول على مدار 90 دقيقة أو 100 دقيقة بالوقت بدل الضيعة شوط أول وشوط تاني. آخر مباراة قمة بقيادة تحكيمية مصرية، لا تقليل من التحكيم المصري، لكن بنتكلم في جزئية قد كده قد كده، موضوع الالتحامات جزء قد كده ملوش علاقة بفير أو نان فير أو أنت بتحسب إيه بتحسب، موضوع تاني. بتكلم في حاجة صغيرة كنموذج، إن مباراة 5-3 تخيلوا تم احتساب كام فاول فيها؟ 16 فاول على الأهلي، 16 فاول على الزمالك، يعني 32 مخالفة. بتتكلم هنا 16 ده 32، ضعف. واعتقد ان حكام مصر وجمهور مصر وجمهور الفريقين بشكل عام ما كانش عنده احساس انه في حاجه جريمه حصلت والحكم ما صفرش، كان عنده احساس ان اللي بيحصل ده عادي. تتخانق في واحده ولا اتنين يجوز، لكن الفكره العامه ان الحكم ده حسسك ان الكوره بتتلعب كده، والفاولات لما تتحسب فاولات بتتحسب كده. فنرجو انه يكون المشهد ده، لانه كان اهم مشهد مهم نسلط عليه الضوء بجانب الفنيات والحاجات اللي حصلت في المباراه يعني، لكن ده كان اهم مشهد موجود معانا.